السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. النهاردة مع موقع جديد، وهذا الموقع من شركة ميتا. هذا الموقع هو أوديو بوكس AI Research by ميتا. الأوديو بوكس كده من اسمه هو AI موديل بيقدم لك، أو في كذا يعني موديل موجود فيه هذا الكابابلتز أو هذه الأدوات بتستخدمها علشان تنشئ صوت. الصوت دوت متولد من صوتك الأصلي، يعني في كذا أداة موجودة في الأوديو بوكس. أول حاجة generate speech in the style of any audio sample. نفترض إن أنت لو أنت عايز كتاب صوتي أو تعمل مقطع صوتي بصوتك، ولكن مش عايز تسجله كله بصوتك، ما عندكش وقت أو لأي سبب المقطع طويل، فبتبتدي إن أنت ترفع عينة أو sample فيستنسخ صوتك على السبيتش اللي هيطلعه من التكست اللي انت هتحطه. في عندي كمان تاني حاجة، وهي الـ described voices، ان انت تعمل novel voice. يعني زي مثلا انت بتعمل audio book، بتعمل قصة مثلا story telling او تحكي قصة، ممكن يجنريت السبيتش هنا، هيبقى AI من التكست او توليد سبيتش من الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا تقدر تحدد الستايل بتاع الصوت. ممكن تخليه يولد الموضوع ده بشكل طبيعي، هنشوف مع بعض الكلام ده بشكل عملي دلوقتي، أو تحدد الصوت، صوت ست كبيرة، صوت راجل كبير، صوت راجل صوته عادي، تقدر تحدد الستايل بتاع الفويس. في عندك كمان ريستايل دي فويس، ان انت تغير الستايل of any audio sample، يعني ترفع اي سامبل او اي عينة لصوت وتطلب ان انت تغيرها لشكل معين، أو combining your voice and described voice، تعمل combination ما بين صوتك وصوت الوصف اللي انت عايز توصفه. في sound effect، ودي من الحاجات بصراحة اللي عجباني جدا في الكابابلتز، الإمكانيات والأدوات الجديدة اللي من أوديو بوكس من شركة ميتا، وهو sound effects، ان انت تقدر تgenerate sound effects. الناس اللي بتعمل محتوى على اليوتيوب أو بتعمل محتوى على الفيسبوك وعايزة sound effects مختلفة، انت تقدر تكتب انت عايز sound effect ده وصفه ايه، وهو يعمل لك generate sound effect، ولو عجبك بتبتدي تعمل له download، لو ما عجبكش بتبتدي تولد حاجة تانية او تزود الوصف شوية ويبتدي ينتج لك صوت تاني وهكذا. بالنسبة لي الماجيك إريزر، ومن اسمه كده، هو بيريز النويز from speech recordings، يعني انت بتسجل وهو بيعمل لك إريز للنويز او الدوشة او الضوضاء من الصوت بتاعك. في عندك كمان حاجة اسمها sound infilling، والsound infilling replace a portion of your audio، جزء من الاوديو بتاعك، with new sounds، يعني تاخد حتة من المقطع بتاعك وتحط مكانه sound جديد وهكذا. ده infilling أو sound infill. دي بالنسبة لي الكابابلتز الموجودة في الأوديو بوكس. تعالوا كده نجرب مع بعض بشكل عملي كل واحد من الكابابلتز دي شكله في التطبيق العملي عامل إزاي. لو أنا رحت ليور فويس بالمنظر ده، دوست عليها كده، هنا هيقول لي إيه؟ هيقول لي generate speech in the style of your voice. Don't want to use your voice. Try a preset example. يعني استخدم example لو أنت مش عايز تستخدم الفويس بتاعك. هنا record your own voice or use a sample recording. ممكن أقول use sample recording وأحط التكست اللي أنا عايزاه. كده أنت ممكن، هنا إحنا هنجرب باللغة الإنجليزية، مش هنجرب باللغة العربية، لان هو بيدعم هنا اللغه الانجليزيه. اللغه العربيه ده عباره عن ديموز، وانت بعد كده بتطلب ديمو معين باللهجه اللي انت عايزها ويعمل لك ترانسليت باللهجه بتاعتك وهكذا، دي قصه تانية. انا هنا هستخدم اللغه الانجليزيه لان هو هنا بيدعم اللغه الانجليزيه. فهنا بيقول لي try a sample an example، ممكن اجيب a sample، وهنا بيقول لي use a sample recording او record your voice عشان تجنريت التكست ده بصوتي. هبتدي ان انا طبعا هيطلب مني الاول مرة ان انا اخلي المايك ياكسس على المايك بتاعي، هقول له record your reading، اقرأ الكلام المكتوب هنا، هنشوف مع بعض كده. record your reading. The audio generation tool utilizes advanced speech recognition technology to create music with a unique voice. هقول له create this voice، هقول له done، وبعد كده هقول له generate نفس الصوت ده مع التكست ده.
هنا بيقولي في المرة ضيفي short paragraph. انت بتجرب الكابابيلتيز دي وبعد كده بتطلب ديمو وبتبتدي ان انت تكونتاكت معاهم علشان تبتدي ان انت تسجل في الديمو ده. فهو بيديك تجرب فقط مش اكتر، عشان الناس هتقولي طب انا هستفيد ايه، ما هو جزء صغير. هو بيديك كابابيلتيز معينة، بيوريك امكانياتها ايه علشان بعد كده تقدر ان انت تجرب البلانز بتاعتهم. We've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions. هنا الصوت أوضح من وجهة نظري مقارب لصوتي، فهنا هو عمل استنساخ للتكست بصوتي. فلو عجبني ببتدي ان انا اعمل له داونلود، وزي ما قلت لكم هو بيوريك سامبل مش اكتر. تعالوا نبص تاني على كابابيليتي تانية موجودة، ولتكن described voices. وdescribed voices هنا بيقول لك add a short paragraph AI model، وهنا describe الصوت لو انت عايز. ده هنا الجزء المتعلق بالـ AI model. لو انت مثلا say عندك حد مثلا بيقرأ ستوري او قصة، انا هسيب التكست زي ما هو، وهنا مثلا هقول له old woman in loud voice مثلا generate. هنا عطاني الresults او النتائج. We have trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions. بيدي دايما option 1 واوبشن 2 وانت بتختار. نشوف حاجة تانية بالنسبة للكابابيليتيز الموجودة عندي. هرجع مرة تانية أشوف عندي حاجة اسمها restyled voice. وrestyled voice هنا أنت بتريكورد ممكن your own voice، أو بتختار مثلا الشخص اللي أنت عايزه يتكلم. ده اللي أنا already عملته من قبل، وعايز أقول له أعملي restyle voice ده ب young woman speak in quiet voice أو in a quiet voice، أو إن أنا أختار صوت أليس أو إيميلي وأعمل له ريستايلينج بالشكل اللي أنا عايزه. ده بالنسبة للجزء المتعلق بثالث نقطة وهي ريستايلد فويسز. الساوند إفكت، واللي أنا من وجهة نظري يعني مهم جدا، اللي أنا ممكن أنا ديسكرايب الساوند إفكت اللي أنا عايزه. A thunder in loud sound. بصراحة الساوند إفكتس أكتر حاجة عجباني، واللي ممكن تستخدمها بقى من غير ما تشتري الموديل أو تشترك في الموديل أو تطلب الموديل. أنت هنا ممكن تستخدم الموضوع ده فور فري في الساوند إفكت. يعني في عندي كمان الماجيك إريزر، هدوس عليه هعمل ريكورد أوديو. Hello everybody, today I will talk about a new website which is called AudioBox. ببتدي بقى أعمل إيه؟ ببتدي إن أنا أعلم على السكشن with noise. نفترض إن كله فيه noise، هبتدي إن أنا أعلم عليه، فبيبقى بيربل هايلايت بالمنظر ده، علامة باللون الموف بالمنظر ده، وأقول له جينيريت علشان يشيل لي كل النويز اللي في المقطع ده. نفترض إن هو هنا بيقول لك هو بيسبورت بس الإنجليش at this time. أعتقد إن هو مع الوقت هيكون جدا فعال وهيبقى فعلا بيدي نتيجة كويسة في الآخر، وفي الآخر خالص هيبتدي ان هو يشيل النويز. ثم انا حبيت ان انا اوريك الاي اي مودلز الجديدة ان من الاوديو بوكس للي يحب ان هو يجربها. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة من اوديو بوكس فورمات. اعتقد ان بعضكم ممكن يستفاد منه بشكل مجاني زي ما احنا شايفين. حتى الان هو بيسابورت الانجليش، اتمنى ان هو يسابورت اللغات الاخرى قريبا باذن الله تعالى. وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو، لو بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.